حكم المريمر تنفيذ الخطأ، تلعب الكرة من موريا، رأسية خطيرة، إبعاد، جول جول أول عن طريق سيلانتيرو، اللاعب الذي ينجح بتسجيل الهدف الأول. تيرو ينجح بتسجيل الهدف الأول في أول 5 دقائق، والهدف الرابع الشخصي له من أصل 11 مباراة خاضها في هذا الموسم. شاهد من جديد الكرة الماضية، رأسية وإبعاد من حارس المرمى، ورأسية بعد ذلك إلى الشباك، من خلالها يأتي أول أهداف هذه المباراة. هدف إذا لدينا دون رد. هل معها العودة ستأتي أم لا؟ شاهد بريتو في السقوط الماضي، لاعبين اثنين في الدخول عليه، والخطأ الذي احتسب بعدها